قلنا بهدوء، قلنا بهدوء. مناويله هو ده الهدوء اللي احنا عايزينه. بقول لكم ايه، انا هقول لكم على خطه الهروب. هو ليه بيفرح متاخر؟ هي غلطتي، كان لازم اقول له بدري شويه عشان تفرحوا مع بعض في نفس الوقت. دي الخريطة اللي هتورينا ازاي هنهرب. افتح معايا الخريطة. على يلا افتح. على الله، صفحة بيضا فاضية. على فكرة انا قاصد انها تكون فاضية. ليه يا معلم؟ لان الخطة في دماغي. فهمت بقى؟ معلم والله يا موزوليني معلم. بصوا يا جماعه بقى، الله وجع يا وجع 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 يلا وجع فلتختفي الباروكه بو. الخطه يا شباب، بصوا بقى. ورقة بيضا كحلية. فلتنفجر السفينة. لعبنا كتير؟ نهرب بقى. بصوا يا جماعة، مبدئيا في حاجة مهمة عايز أقولها لكم قبل ما نهرب. السجن اللي احنا فيه ده عليه حراسة. يا نهار اسود، يبقى هنفشل. هو في سجن بيبقى عليه حراسة يا جماعة؟ الكلام ده موزوليني؟ نعم. هو احنا في سجن وعليه حراسه؟ ايه المفاجاه دي؟ وعشان نهرب من الحراسه دي لازم نعمل الخطه اللي هقولها. احنا هنهرب في عربيه الخضار. حلو ده. الله، احلى حته بحبها في فيلم الليمبي. يا دي جميله. عامل حسابي احنا نهرب في عربيه اللحمه. حلو ده. الله، احلى حته بحبها في فيلم الافوكاتو. يا دي النيله. عامل حسابي احنا نعمل نفسنا فريق كوره ونروح نلاعب فريق كوره في سجن تاني ونهرب. حلو ده. فيلم كابتن مصر كنت بمثل فيه. وانا كمان كنت بمثل فيه. نرجع للخطة بتاعتنا. اوكي. انا جت في دماغي فكرة جديدة. ايه؟ في مترو بيتحفر تحت السجن ده، احنا ممكن نهرب من النفق بتاع المترو. حلو ده. فكرة جميلة. بس في اي فيلم ما شفتهاش دي. دي فكرة جديدة جت لي دلوقتي. على الهوا. على الهوا. مين؟ نسمع بقى خطة الهروب من السجن. مبدئيا كده النفق اللي احنا هنهرب منه ده في حارس واقف على باب النفق. لو قدرنا نشغل الحارس ممكن نخش النفق بسهولة. بسيطة، انا اروح للحارس اقول له ان مرة واحد كان عايز يتجوز واحدة شخصيتها مهزوزة ركب لها اريال. يا جدع! هيعمل كده في الوقت ده احنا نهرب من قدامه. حلو ده. الله يا. حلو والله. الله يا. تحفة. وبعد ما هنخش النفق، في حاجة ممكن تلغي المهمة كلها. ايه؟ النفق ده فيه أشعة ليزر محدش بيشوفها غير البني آدمين. للأسف انتوا مش هتقدروا تشوفوها. عشان كده الليزر دوت لو أي حد فينا لمسه ممكن يتكشف كلنا. عشان كده لازم واحد يعدي الليزر يقفل الكوبس بتاع الليزر ونعدي كلنا في سلام. أنا! ما أنا البني آدم الوحيد اللي هيشوف الليزر فيه. وكمان عارف شكل الكوبس اللي بيطفي النيزر. مفيش مشكلة، يلا ورينا. يلا فين؟ يلا يلا نجرب. قوم معايا. يلا فين الحاجة؟ فين النيزر؟ هنعمل تيست على موضوع الليزر ده بسرعة. يلا موسى متعرف عندي. ما انا الليزر هيقطعني يا مهايم.
المهم المحمد ده، المهم ان هو ما غرقش. الحمد لله.